أخبار اليوم. أهم داعمي اتحاد مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب، تعاون عربي مشترك، أساس التنمية ودرع السلام. الحقيقة بنقدم كل الشكر لمملكة البحرين، شعب وحكومة وأميرة وجمعية سيدات أعمال البحرين، غرف تجارية، غرفة التجارة والصناعة في البحرين. الحقيقة يعني كل الشكر لجمعية سيدات أعمال البحرين والرئيسة الفخرية صاحبة السمو الملكي الشيخة الأميرة سابجة، لأن الحقيقة هي مقدمة دعم كبير من خلال مشاركة وفد متميز من جمعية سيدات الأعمال البحرينية ورعاية خاصة للمؤتمر. فالحقيقة ده دافع كبير للتعاون العربي البحريني والمصري البحريني. وطبعا في موجود مجموعة من سيدات الأعمال كبيرة، أكثر من 25 سيدة أعمال وعضو الغرفة التجارية البحرينية والصناعية مشاركات في المؤتمر. وطبعا في كمان مشاركة كبيرة من الغرفة من المجلس المصري البحريني برئاسة الأستاذة أفنان الزياني، وأيضا في حضور من الأستاذة أحلام جناحي رئيسة الجمعية والنائبة الأستاذة فاطمة ديلاور. لوجودهم طبعا مشاركات بمشروعات وبفكر، هيقدموا كمان مزايا الاستثمار وكيفية تفعيل الدور العربي المشترك والتعاون مع كافة الدول العربية والأفريقية تفعيلا للمبادرة اللي نالت شرف رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة.